يذكروا انه هذه المدينه بالنسبه لي كانت مدينه مفضله، وكنت ما كنخويهاش لدرجه انه بزاف ديال الناس كانوا كيتصحابوني واش اصلي من العريش في البدايه، بحكم اشتغال العديد من الافلام في هذه المنطقه ومنطقه الشمال مع هاسي قريبه، وايضا بحكم العلاقات اللي كانت كتربطني بالعديد من المشاريع في مجال المسرح، مجال المسرح، السينما، الموسيقى، ايضا الاداب في مدينه العريش، وبالتالي اعتبر انني مكرم بين اصدقائي واحبابي. السبب الثاني هو الكلمات الرقيقة ديال السي زروالي والسي الشريف طريبك، وأذكر أن دابا كيجي واحد الإحساس ربما ورجعت لي الذاكرة، أنه تخيلوا معايا أنه هذا السيد سي عبد الزروالي واحد النهار وانا يلاه مبتدئ كتبت واحد المسرحيه وبغيت نلعبها، فيها واحد شخصيه وحده، دار الشباب اعتقد في الرباط، تيقول لي واحد السيد هذا الشيء راه كيدير واحد الفنان سميتو عبد الحق الزروالي، وبديت كنقلب على السي عبد الحق الزروالي في القام ونتفرج فيه، تبعتو حتى لتمارا واحد اليوم يعني مطير، وكان هذا أول لقاء وإذا به يعني أشعر بالكثير من الاعتزاز أن هذا الشخص الذي تربصت به يوما ما أسعد بأن يقول هذه الكلمة في حقي. شكرا استاذ. أيضا أشكر سي شريف طريبك لأنه فعلا من خلاله عرفت مدينة العرائش وعرفت سحرها وعرفت طيبوبة ناسها وعرفت العديد من يعني رموزها، منهم من توفاه الله ومنهم من لا زال حيا يرزق، عرفته عن طريق سي شريف طريبك من خلال العمل وأيضا من خلال اللقاءات المتعددة، ومنها أيضا الدورات الأولى لهذا المهرجان الذي أسعد بأن أكون مكرمه في دورته 13، وأذكر يعني المجهود الكبير الذي كان يبذل في فترة التأسيس وهذا الإصرار وهذا الصمود الذي ليس غريبا عن مثقفي هذه المدينة وفنانيها ولا سيما مسرحيها، وأعتبر أيضا أن هذه المدينة واعدة بالطاقات ولا زالت تحتفظ بشعلة حب الفن، وهذا شيء مهم. شكرا لكم، كل ما قيل في حقي أشكركم عليه، وأشكر المهرجان، وتحياتي لكم وحبي وتقديري، السلام عليكم. شكرا.